كنا بنتكلم ان امبارح يمكن احتفلنا باليوم العالمي للقلب، النهارده بقى في احتفال تاني وهو للترجمه، وهي مناسبه مهمه لتسليط الضوء على جهود المتخصصين في اللغه اللي بيساهموا بشكل كبير جدا في تقريب المسافات بين الدول وتعزيز الحوار والتفاهم والتعاون الدولي. الترجمه في الحقيقه بتلعب دور حيوي في دعم التنميه وتعزيز السلام والامن العالمي، وفي الحقيقه مصر كمان حققت انجازات كبيره جدا في السنوات الاخيره في مجالات الترجمه من والى عده لغات. يعني لو هنتكلم عن الترجمه هنتكلم تحديدا عن المركز القومي للترجمه، احنا عندنا واحد من اهم الصروح اللي في الحقيقه يعني بتعتبر جسر من اهم الكتب اللي بتنشر في العالم الى المواطن المصري باسعار بسيطه ومدعمه للغايه، بنشوف اصداراتهم في معارض الكتاب المختلفه، بنشوف اصداراتهم وتواجدهم في كل المنافذ الخاصه بوزاره الثقافه، فاحنا يعني ما نقدرش نتكلم غير على ان المركز القومي للترجمه هو واحد من اهم الصروح اللي موجوده او الصروح الحكوميه اللي بتقدم للمواطن خدمه حقيقيه جدا، يمكن مثيلاتها في دول العالم مش هنلاقي بهذا الشكل. معانا على الهاتف الدكتوره كارما سامي رئيسه المركز القومي للترجمه، بنصبح عليها الاول، بنقول لها صباح الخير. صباح الخير. اهلا بك. صباح الخير عليكم وشكرا على هذه المقدمه. يعني خلاص ما فيش كلام يتبقى لكي اقوله، يعني مين يشهد المركز اكتر من الاعلام المصري. بس تسمحوا لي ان انا يعني اعلق على الفقره السابقه. اتفضلي اتفضلي يا دكتور. هي فقره مهمه جدا جدا، يعني تعلمت كثيرا منها، وفي نهايه طبعا الاستاذ عماد الحسيني تحدث عن الامن القومي. عماد الدين الحسيني. بالظبط. تحدث عن الامن القومي، وانا باعتبار ان انا امثل المركز القومي للترجمه، الترجمه امن قومي وامن ثقافي، والترجمه تعطي مناعه لاي امه. ايضا تحدثت عن الوعي، اهميه الوعي، اهميه الدراما. الترجمه بالمناسبه هي اداه جميله جدا جدا وفيض كبير ممكن ان احنا نطور بيه ادواتنا الثقافيه. يعني الله سبحانه وتعالى في سوره الحجرات الايه 13 قال ايه؟ قال يا ايها الناس خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالترجمه هي المعرفه ومعرفه الاخر. هل يمكن ان تتطور ثقافه وهي معزل عن الثقافات الاخرى؟ صحيح. لا طبعا. طيب المركز خليني اقول بيساهم بشكل كبير قوي في الترجمه، في دعم تطوير قطاع الترجمه في مصر. في مشاريع تانية يمكن انتوا بتقوموا بيها، كلمينا عن دور المركز يا فندم، يعني احكي لنا اكتر. طيب المركز عندما تاسسه الدكتور جابر عصفور سنه 2006 كان يبدا بالترجمه من الثقافات واللغات الاجنبيه الى اللغه العربيه. والدكتور جابر بمجهوداته يعني ترك لنا رصيدا كبيرا من الترجمات المتميزه لمترجمين متميزين ليس من مصر فقط وانما من الوطن العربي. وده كان اختيار ذكي منه للتاسيس السليم لمركز قومي. الان بدا المركز يعني ان ينتبه الى اهميه دوره الثقافي في الترجمه من العربيه الى اللغات الاجنبيه. يعني بدانا من سنتين بعد ما كنا بنستورد بنصدر المفروض ده. طبعا حتى الان يعني انا طموحي يعني يفوق ما ننجزه، لكن يعني خلينا واقعيين مع ازمه النشر والازمه الاقتصاديه والعمله الصعبه الى اخره، لابد ان نقاوم. فاحنا بدانا في عام التبادل الانساني بين مصر وروسيا، ترجمنا عملين انا بعتبرهم بصراحه يعني ايه علامات مميزه في تاريخ روسيا والغرب. الكسندر رار، طوق الاسوره ليحيى الطاهر عبد الله، وخيال الحقل عبد التواب يوسف. يعني يعني كتاب بيعبر عن البيئه المصريه الاصيله، كتاب يحيى الطاهر عبد الله، وعبد التواب يوسف بخيال الحقل. يعني دي قصه للاطفال، لكنها قصه مبادئها عالميه عن ارتباط الطفل بارضه. فممكن الطفل الروسي برضه يجد فيها ما يعبر عنه وعن بيئته. بعد كده الفنا كتاب رحله العائله المقدسه، يعني كتب خصيصا للمركز وترجمناه الى اللغه الانجليزيه، صدر النص الاصل الاصلي بالعربي مع الترجمه في مجلد واحد. ومفاجاه هذا العام اننا ان شاء الله على الاحتفال ب 6 اكتوبر يعني سنصدر كتابا من تاليف الاديب الكبير محمود عرفات، ومترجم من العربيه الى الفرنسيه ومن العربيه الى الانجليزيه. طيب خلينا نبص برضو لابرز يعني
الأعمال الأدبية والسياسية اللي موجودة واللي أنا يمكن بشكل شخصي بحبها جدا يا دكتورة كارما. يعني أنا بشوف عدد كبير جدا من الكتب المترجمة من الروسية ومن الإنجليزية ومن الفرنسية اللي بتتكلم عن العلاقات الدولية وعن الأوضاع في أوروبا وعن يعني مشاكل الطاقة في العالم، أو الأعمال الأدبية كذلك. أبرز العناوين اللي تم ترجمتها واللي يمكن بتلقى رواج عندكم؟ لا، هو سؤال صعب. هو طبعا المثنويات عمل بيلقى رواج كبير، كلاسيكيات الإغريقية برضو من الأشياء المهمة اللي احنا أصدرناها. حضرتك ذكرت الأدب الروسي، طبعا يعني معظم الأعمال الروسية الكبيرة ترجمت إلى العربية على أيدي كبار المترجمين زي الدكتور أنور إبراهيم مثلا، الدكتور محمد ناصر الجبالي. على فكرة هو سؤال صعب، لأن في هذه اللحظة تفر كل العناوين من ذهني. طيب دكتور كارما، انا عشان الوقت بس عايز اسالك سؤال اخير. النهارده بنلاقي على برامج الذكاء الاصطناعي بعض البرامج بتوفر الترجمه الفوريه من والى لغات تانية. في الحقيقه انا بحس او بشوف ان هي ما بتبقاش دقيقه قوي، ولكن خليني اقول بتساعد الانسان العادي اللي بيسافر بره وعايز يتعامل ويتواصل مع اهل البلد. هل ده اثر على مهنه المترجم؟ حتى الآن لا، ولن يؤثر. لأن إحنا بصدد توقيع بروتوكول، وزارة الثقافة بصدد توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات اللي يعني إيه لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة. وطبعا لا يمكن أن نترك الجهاز أو البرنامج وحده يتحكم في الترجمة. لا توجد ترجمة بدون عقل بشري وإرادة بشرية وفكر بشري. لابد للمترجم أن يراجع هذه الترجمة. في النهاية يعني إذا توصلنا إلى النتيجة المرجوة إن شاء الله، سنوفر الوقت والجهد والمال، وبالتالي الإصدارات يعني سيحدث لها طفرة أو نقلة نوعية، ولكن مع الاعتماد الكبير على العنصر لا يمكن الاستغناء عن العنصر البشري. أكيد. صحيح. شكرا لك دكتورة كارما سامي، رئيس المجلس القومي للترجمة. كل الشكر لك. بنعيد ونكرر أن احنا في اليوم العالمي للترجمة عندنا صرح مهم جدا اسم مركز القومي للترجمة، بيتيح لكل القراء أسعار متناول الجميع جدا بأسعار مخفضة جدا أهم الأعمال المترجمة بشكل يعني يمكن في كل المنافذ الخاصة بوزارة الثقافة.